قد ايه اخدي حس الموضه من والدتك؟ انا بدي اقول لها هيدا لبسك اكيد امك مدخلي فيه. هالمره لا. هالمره الوحيده مسافره اكثريه الاوقات. هالمره مين؟ هالمره انا حبيت يعني اوقات امي اكيد ببعت لها اذا شوف رايها، لان بعرف قد ايه هي يعني عندها خبره بتعرف. فلا هالمره انا نقيت وبحب الموضه، بس دائما مثل ما انت كنت عم بتقول انه الموضه حلوه، بس حلو الواحد يضله مش كل شيء دارج يعني بيلبق لي، او كل شيء دارج يعني بالضروري انا اعمله. صح. لا بدي في ستيل معين لإلي. هيدا كان عم بيقوله عباس. هذا 100% هيدا كون عم بيقوله عباس. ماريتا، مؤخرا سجلتي اغنيه 3 دقات بصوتك وكانت كثير حلوه، وعطيتيها هيك حس يعني خاص فيك، فينا نسمعها شوي منك الليلة؟ اليوم انا مرشحة، بس مش عم بقول هيك لانه لا انا من وقتها دقيت لك انا من وقتها دقيت لك قلتي لي مرشحة، قلت لك قد ما بتقدري يعني من يومين ثلاثة بس حكينا على التليفون. اتصل عباس؟ لا عطسة ولا العطسة بس تنكد عليها. خلي عباس يقلد لك العطسة. لا ما شافتها؟ لا ما بعتقد، كانت ورا الكاميرا. ما بدي اعطس بوجه هلا بتبين. اعطس اني بوج ميشيل، بوج ميشيل. كلنا سمع. امتى الحب طار؟ الله. قلبي وانا في الخيال، عودك ده فيه يتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الأيام لما تهادي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي حلو والله. ليش على 14 غنية؟ هاي غنيتك انت. قلبي ولا في الخيال. سجلي عودك ده. مش معقول لصالح هي اللي طلع صوتك. احساس حلو. مفتخرة صورة الخبية اللبنانية والفنانة والتلميذة، ومختصرة هالأنوثة وهالنعومة اللي موجودة بصوتك وهالإحساس. بفهم إنه صار عندك مليون فولوور، وأكيد على زيادة إذا بعدك هالقد مبلشة وصاروا مليون. بعد ما خلصنا معك وعنا لقلك سلسلة أسئلة سريعة. جاهزة؟ جاهزة. يلا يلا. ماريتا الحلاني ما دغري زبطت القعدة، جهزت حالها، وانترفيو عاصي كوليت.